يواصل فريق بحرين رايد اكستريم مشاركته رالي دكار الدولي الذي يقام في صحراء المملكة العربية السعودية، وقد انطلق السائقان ناني روما وسبستيان لوب في المرحلة الثانية من سباق منطقة بيشة نحو وادي الدواسر لمسافة 685 كيلومترا عبر مساحات شاسعة من الصحراء المفتوحة والكثبان الرملية في فرصة مميزة لاختبار المركبة بي ار اكس هانتر. وقد بدأ ناني روما المرحلة الثانية في المركز السادس، وبعد بعض التعديلات الملاحية أنهى في المركز السادس عشر، فيما أنهى سيباستيان لوب الجولة في المركز السادس. وستقام المرحلة الثالثة من رالي دكار في صحراء الربع الخالي السعودية مع ما توفره من مساحات شاسعة من الكثبان الرملية لمسافة تبلغ 630 كيلومتر لتتيح للسائقين فرصة اختبار السرعة القصوى لمركبات هانتر. لقد قمنا بخطأ كبير في الملاحة قبل 40 كيلومترا من النهاية. لم تكن الأرض مستوية بل كانت ترتفع وتنخفض. لقد خسرنا بعض الوقت ولكن هذا جزء من المسابقة. في مرحلة أخرى من السباق قدنا بالاتجاه المعاكس لبعض الوقت. جميع المتسابقين يواجهون مشاكل، ولكن علينا أن نتقبل ذلك وأن نتعلم من هذه المرحلة، فغدا يوم جديد. أعتقد أننا قمنا بمرحلة جيدة. كان هناك بعض الأخطاء القليلة في الملاحة، حيث أضعنا حوالي 5 إلى 6 دقائق في المجمل، ولكن عدا عن ذلك لقد قمنا بعمل جيد دون أي مشاكل كبيرة، وكانت السيارة تعمل بشكل جيد. نحن نفتقد القليل من الأداء، لذا أعتقد أنه يتعين علينا أن نفكر ونحاول إيجاد بعض الحلول.